واخيرا اللعبه اللي عندي 3 سنين شخصيا مستنيه اني نلعبها برغم اللي هي من 2021 طلعت. صحيح. واللي هي التيكس تو. السبب اللي نستنى بما انه التيكس تو وما كانش عندي حد يلعب معي. هي فعلا لعبه مميزه وكانت بال 2022 باكي اخذت جائزه جيم اوف ذا يير. اوه يعني بعد عام واحد من اصدارها. واو اوكي خلينا نبداوها. انت لعبتها قبل ولا اول مره؟ انا مش موصل فيها الاخير، عم العب انا وزوجتي بس. عم موصل لمراحل تيني تايني بيتس بس حجرب هذا البارت معك. اوكي يلا. سو انت ممكن تفسر لنا القصه وراء التيكس تو هذه؟ هني بيكونوا زوجه وزوجته. اوكي. عم يعني حصير في ديفورس بيناتهم. فبتكون بنتهم الصغيره زعلانه، فبيجي بوك اوف لاف بحاول يقنعهم، بحولهم لشخصيات كثير مهضومه اللي هي كلي او صلصال. اوكي. فبتبلشوا يعملوا مغامرات فبتقوى علاقتهم من خلال هاي المغامره. حلو. هذه هي يعني القصه ليش هم الثنائي عندهم مشاكل اما هاللعبه والمغامره بتصلح بيناتهم. صراحه جدا جدا فن. يعني انا لعبان شوي منها بس هاي المرحلة يعني as you can see the graphics نار. هي عبارة على يعني تعاون بين الاثنين. أول مرة ما يكونش فهموا منافسة بيني أنا وليد. تعاون هالمرة. أنا تعاون هالمرة فعلا. تعب من المنافسة كل مرة يربح أصلا. فخلينا نبدل شوي. استنى وينك؟ وي ما في داعي تلحقيني. ما في داعي تلحقيني. هو حسيته سباق. لا 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 مش سباق. مش سباق. أوكي. سو هذا الليفل في الثلج اما فما تيم زخرين. انت يو اوريدي سبقتيني. اوريدي سبقتك؟ نول ليك. انا وراك. تعال تعال. اما انا شفت الاعلان اللي على حطوه على الجيم كان في غابه. في بتوقع مراحل لقدام بما انه شخصيات صغيره. فكل شيء حب العالم عندي كثير. يعني بتفوتي على غرفه نوم صغيره، بتفوتي على مكتبه صغيره. أوكي. بتفوتي على العالم الجليد مثل ما شفنا، حتى بتفوتي على غابه وحشرات، حتى الحشرات تكون حجمها عملاق. وهاللعبة عندها يعني هي نوصلوا لين يتصالحوا ولا شو هالفكرة؟ هلا هي ما بعرف هيك نحن بنلعب. اوكي سو حاليا لازم نتعاونوا مش نجموا مثلا. نحن لازم نوصل لفوق. اوكي وحسب ما فهمت عندهم قوة مغناطيس. نعم. يعني انا عندي نجذب الاشياء. شوفوا مثلا هذا جبت التمثال هذا وانت بالعكس عندك الدفع. ايوه هيك علشان ما يتكاملوا ثنائي متكامل. يلا ساعدني ساعدني. الله الله عليك. الله الله عليك. اوكي هلا انا حنط اول شيء. فكانه فيها ميتافور. يس انه every relationship لازم يكون فيها تعاون. شو عميقين اللي عملوا هالجيم؟ عميقين عشان تعرفوا انه البرنامج مش بس العاب وتحدي كمان عميق. فما عبر. يلا وينك؟ فما باب فلازم تفتح الباب. مهمتك. يلا هاي الباب. اوبا الله عليك. يلا 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 لازم تفضلي انت حتكوني الاول. شنو بش يصير؟ اوكي ار 2 نكمل التزلج بتاعنا. ووو انا جزء المفضل التزلج صراحه. التزلج يا راعي فان. وي بس عن جد عم تزلج. لا نحس كانوا في السكين. وي اوكي ار 1 يلا يلا سيبك وامشي. ورايا. ليتس جو. وهو هذا كتاب الحب لبوك اوف لوف كان هديه من بنتهم فهي بنتهم اللي بتصالح بيناتهم. والله صراحة كيوت. yeah. بس كيف حتنتهي؟ الله أعلم. ولا أنت عارف النهاية؟ لا صراحة صدقة ما بعرف. أوكي. وتحس ممكن يتخاصموا ولا إخواتنا التونسية باش نكونوا واضحين. باش نكونوا واضحين. ما نعرفوش النهاية. حط 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 تخيلوا حتى الألعاب اللي ما فيهاش تحدي نخسر. هذه مهمة. كمان موهبة الحصارة بك. نعم عارفة. أصلاً على فكرة اللعبة مش حلوة حد يكون اثنين قوية. لازم يكون في فرق. بالضبط. يعني أنا أخسر شوي. أيوة تفوز شكراً شوي. اللي يخسروا كلهم يعملوا حماس. أيوة يلا احنا على كل حال رح نكمل الشو. يس انغمسنا في الجيم أكثر من لازم. هي تقريباً تطول بما إنه فما أكثر من ليفل. كلها الغاز. نخليكم تستكشفوها وخلونا احنا نكمل. See you بالستوديو. See you. احنا
ننتقل يا بيكي هلق للفنان داني العريضي بموهبته المميزة وأغاني الأوريجينال. فقرتي المفضلة صراحة فقرة الأغاني، لكن للأسف لازم نودعوكم ونخليكم تستمتعوا بالفن. باي باي. شايف هالجيم انه من دون غش يا وليد، انه ارسل لي اللينك وحتى لو كنا مش في نفس الغرفه ولا مش في نفس البلد، هو مجرد لينك يوصلك وتفوتوا مع بعضكم كانكم على طاوله. ان شاء الله نفوز. خليني نركز شوي، بما انه ولا حلقه ربحت بحاجه، دائما خسرانه، فعلى الاقل في الاونو نفوز. ممكن ممكن بلو كاردز. شو هذه الكارت الغريبه؟ انت تختار اللون. اوكي. لا قلتي ما في غش، عم طلع انت على الشاشه. لا عم شوف الكاميرا، عم شوف الكاميرا. اوكي الله يهديك. بس اوكي يلا دورك، دورك ورينا.
لا لازم ما تنساش انه لازم كيف يكون عندك كارت واحد تقول اونو. يلا بلو بلو. مشكلة هذه. خلص نغير للأحمر. وأحلى شيء عرفتوا كيف تلعبوا مع أصحابكم ويتفلسفوا بالقوانين من عندهم. في جواكر هم حاطين لكم القوانين. خاصة على سحب الورق. بالضبط. فلسفة ما فهمهاش هنا. يا ربي علاش صعبة أسمع حاسة ما عنديش ذوق. ما عنديش حظ. ما عنديش ذوق. الحظ اليوم مش من نصيبي. أنا ديما الحظ. ما تنسيش تقولي أونو. أهم شيء ما تسحبليش بلاس فور. ممكن مخبيتها لك على جنب. فخليك خليك يعني صحيح. في طيب سؤال حنسأل المتابعين. إذا أنت كان معك بلاس فور والشخص اللي قبالك كمان معه بلاس فور. هم أصحاب أونو كتبوا في الأوفيشال ويب سايت إنه ممنوع تحطوا بلاس فور على بلاس فور. طيب. وبلاس تو على بلاس تو. مفروض. صحيح ولا مش صحيح؟ كتبوا لي قوانينكم. خبرونا بالتعليقات. كل جروب له قوانينه. لا أنت والحالة. أوه والله انه كرتي ما عنديش حظ بالمره اليوم. اسحب لك اربع اوراق خفيفين نظيفين وليد. يعني تربحني بتكن، تربحني بنعرف شنو، تربحني حتى في تكستور بحثي فيها. يلا يلا حسبي الله. شنو تحب اللون احمر؟ في عندي متابعين بدهم يعني يفوز. ولا واحده. انت تلعب. يلا والله انه خلينا على الأزرق. شو بيشكل الأزرق؟ يلا ما عليها. ها بدك أزرق؟ كمان منعتيني ألعب. وعندي سؤال، لو تحطوا رقم مثلا ويكون في لون مختلف وعندكم رقم ثانية، هل تحطوا فوق بعضهم؟ هذه من قوانيني الخاصة. هاي قوانينك. من اختراعاتي الخاصة. قوانين بكي حنضل نسأل فيها ويب سايت أونو. لا شوفوا الجيم قبلها أنه حطيت 7 زرقاء على 7 صفرة، يعني يا لون يا الرقم. من محبين الأونو هذه أكيد يعرفوه القانون. شوف شوف خليني ألعب. شوف اللقطة، شوف اللقطة بوم وفوقها لا يلا بس. أوكي حمست شوي. خلينا نجرب. ليش ما عم تزبط؟ أوكي لعبت. يلا قريب يا جماعة، حاسة إنه قريبا. أنت معك أوراق قليل. استنى استنى خلينا نجرب. لو بلاس تو نحطه فوقها بلاس تو أو لا؟ حاليا مش عارفه الجواب. والله خلونا. شنو صار؟ استنى اقول لك. شفت عندك اوراق قليل فقط. لا زيدهم تشوف. لا شوي تشوف. بزيدهم شفته شوي. غش. زيدهم زيد. اعطيتيني 4 اوراق. رجعت له بلس 4. هذا اللي ما يكونش طيب معايا. خليك طيبه معايا، خلينا نلعبوا على حسن نيه. يلا عرفتوا بعد الافطار قبل السحور. اي دوري والله اتحمس. حابه نفسر للجماعه الوقت المناسب للعب. ممنوع العب. قربت الفوز. يلا اول ما يا اخي كل ما نقرب الفوز تعطيني بلس 4. لانه اعطيتيني بلس 4 كنت فايز. معي ورقتين. هذاك كان انتقام، مجرد انتقام. يلا العب. يلا يلا خلصنا يا وليد. لو هذه زاد اللعبه لازمها تركيز عاد اوفر. اونو ما لازمهاش تركيز صح؟ نحسها من اسهل الالعاب الورقيه. بس كل ما بنفوز يصير معنا ورقتين. ما بعرف منين بتجيب بلس 4. هاي شو هلا خبيتهم. هذه اخترت اللون. شكرا. ما معي غير اصفر واخذت بلس 2. تفضلي تفضلي. اسمعوا اسمعوا العصبيه بدات تطلع. صح انا ما عامله نفسي دمي بارد، اما في اللعب ما معي ولا ورقه. منين طلعتي بالاصفر؟ انا ما شاء الله عندي تشكيله، ما كل شويه تعطيني بلس 4. كل الالوان موجوده عندي. لا ما توريني ما توريني على اساس يعني. يلا والله هالجيم نحسه اصعب من الحقيقه. الحقيقه نغشه يعني نخبو كارت نحطه كارت توفى. ممكن تغير اللون بليز؟ مش راح اغير اللون. هو غير لي اللون ما عليه. تنقول لك هلا بتفهم معك. أوريك الحركات. أزرق. أوريك الحركات الإبداعية. خلينا أحمر. ما عليه أحمر أحمر. يلا لا يلا لعب مرتين. معيش. لا يلا كل ما يصير معي ورقتين بسحب. يلا أنا حاليا مش نجمة نعبر. شو صار؟ حتى في الأونو
حتى في الاونو يا بيكي مش بقى كنت على حافه الفوز حتى في الاونو يا بيكي على شو تصفق شفنا الغش كان واضح في اللعبه وانت عم فرجيها الموبايل عم تشوفي ورقي وفزت عم تشوفي ورقي والله يا وليد انت عندك الحظ قدام الكاميرا هذا هو السبب الوحيد اللي خليه دائما يفوز وشكرا لتحدي رمضان اذا بدكم نعيدها مره ثانيه على كل حال انتم فيكم تخبرونا شو الالعاب اللي ممكن نلعبها انا وبيكي في المرات القادمه خبرونا بالتعليقات شو ممكن نلعب انا وبيكي مشان فوز مرتين اوكي اوكي لا ما عليك المره الجايه مش نتدرب في البيت قبل اللعب برنامج تحدي الابطال اليوم شكون معنا فنان يجمع بين الفن والفكاهه والخطوط اللي ما تتكرر ومثل ما عودناكم بنهايه كل حلقه ومثل ما قالت بيكي بتحدي الابطال بيكون عندنا موهبه او فنان وهالمره موهبه جدا مبدعه واللي هو عادل سعيد استمتعوا ونشوفكم بالحلقات الجاي باي 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 بتحدي الأبطال اليوم معنا ضيفين مميزين واللي هني اللي هما المميزين توكومبي وسكينة خليكم معنا مش تستمتعوا بالفقرة الترفيهية لو شو تقولون وتحاولون تسوون كلامكم ابد ما يهم
مخي شوفني كاني كاني واقف في مكاني كاني 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 واقف في مكاني يا اخي شوفني كاني كاني واقف في مكاني كاني كاني كاني. بتشوفي الفاوري وبينهم بنشدهم وصافي بعدها ما ينفع الندم. مجنونك فدت قلبك وعيونك صدقيني انا اليوم ماني تعبان من دونك يا قلبي يا عمري يا حبي غيري ابا اشوف من يقدر يصونك. كنت قس وانتي ليلى صرت عنتر شفتك عبلة بس هبلة. الدنيا صعبة الدنيا قذرة الدنيا تحتاج الحقير والكترة. بابهم كاس الدم وفي الاخر سميت فوتيف نور الدم. مشاو بعدو اختاروا الهم باعوا العشرة وكلاو السم. شربنا بسببهم كاس الدم وفي الاخر سميت فوتيف نور الدم. راحوا بعدو واختاروا الهم باعوا العشرة وساح الدم. شرب من وراهم كاس السم وبالاخير انا الغلطان اللي بشيل الدم. خويا بخانس طونيز عندي انا زيرو تو بيز ميم سو زانفلونس مشات كل الباسيونس. عطيناك بوكو دو شانس دابا مالت لا بالانس ان توت بيانفيونس راك ما تستاهلش ما كونفيونس ما عقارب ساعتي في الحب هي وقفت قطار انتظاري من محطتكم راح شريت انا راحتي ومنكم ارتحت نهيت صراعي واخيرا ما